الار بي سي تروح كله جرم بجمع الكلام 7.5 بايثون كام بالملايين بس في فاريشن منه في مين الار بي سيز الممبرين بتاعها مهم مش كده السيركوت بتاعها مهم جدا انزل تحتيه الاقي سيتوسكيلتون ادخل جوه كمان شويه الاقي ايه دي باج فيلد هيموجلوبين ولا فيها نيوكليس ولا اورجانيل مش كده خلاص لايك والهيموجلوبين كونسنتريتد على البريفري وكمان معاه كربونيك انهيدريز عشان يعمل رابيد ديسوسيشن يدخل ويطلع سهل مش تمسك في الجهاز وتقول له ما انتش طالع لا تطلع وتدخل جهاز فليكسبل وفليكسبل ماشي ار بي سي لها ابنورماليتي كتيره كده تقعد تعدها اللايف سبان بتاعتها 120 يوم ده وظيفتها كاري اكسجين وكربون دايكسيد تعيش فيها 120 يوم خلاص بعد ال 120 تبقى اسمها اولد ار بي سي وفيها شويه ابنورماليتي كده تروح جاري تتكسر في الوي معديه على الليفر يقول ايه الاشكال الوحشه دي يروح مكسرها ياخد الايرن ويرمي الباقي للمين للماكروفاج تعمل لها فاجوسايتوز هذا الار بي سي وادي الصوره اهي ما هي البون مارو مصنع مش كده هو مصنع خلايا افرض هو مصنعها كده بعد ما صنعها لقى فيهم حبه وحشين يسيبهم صح ده في ساعه التصنيع في خلايا بتطلع ابنورمال وشكلها وحش او فيها ابنورماليتي ما يسيبهاش تروح السيركيليشن وتتحول لحاجه وحشه يخلص عليها بسرعه وهي في البون مارو قبل ما تمشي خلاص ادي السيل ممبرين بتاعها ودمه حاجه مميزه عليها ويل كوت وتحتها سايتوسكيلتون الار بي سيز من الابنورماليتي بتاعتها الشهيره السيكل سيل انيميا وانا ما رضيتش احط بقيه الابنورماليتي ليه لان انتوا المفروض هتاخدوا باثولوجي برده والباثولوجي هقول لكم الابنورماليتي بتاعه البلاد سيلز دي كويس جدا خلاص لكن ديت سيكل سيل في الايه في البلاد فيلم اهي وديت ابنورمال ار بي سيز في الشيء في المين في ايه في الهيموجلوبين يبقى دي سيكل سيل اللي شوفوا بقى بالمقارنه ادي الار بي سيز 7.5 طب الاثنين لثلاثه الار بي سيز غامقه فاتحه من النص وغامقه على البريفري دي العكس طب اجيب الصوره الاحسن اهي الغامق من النص والفاتح على جرانيولومير وهيالومير 3 مايكرون شوف بالمقارنه نوت ترو سيلز الار بي سيز ترو خلاص كل شوف كان كده كلمه كده انا فوتها كل الخلايا كان فيها اتليست 1 نيوكليوس اكسبت مين الار بي سيز كان فيها لكن هي اللي بمزاجها طلعتها لكن البليتلتس ما كانش فيها من الاول ما هياش ترو سيلز ده فراجمنت من الميجا كاريوسايت اللي موجوده في البون مارو والميجا كاريوسايت فيري لارج سيل كام 150 ل 200 مايكرون شوفوا السايز قد ايه تقدرش تطلع من البون مارو ولا يعمل لها ولا يحصل لها اي حاجه هي قاعده نورمال زي ما هي وبتعمل فراجمنتيشن فرفيت منها لكن ولا حصل لها رابشر ولا ديستراكشن ولا اي حاجه هي قاعده سليمه ادي البليتلتس ثرومبوسايت خلايا بتاعت الثرومبس فورميشن لما تزيد تعمل ثرومبس لما تقل بليدنج تندنسي نيجوا بقى للبلاد الوايت بلاد سيلز بانواعها اول حاجه كلهم شوفوا الار بي سيز باي كونكيف البليتلتس كانت باي كونفكس لكن ده كلهم راوندد ان شيب كلهم فيهم نيوكليس الاثنين التانيين ما كانش فيهم دي فيهم نيوكليس طيب النيوكليس كمان مختلف اللي بقى شايفين فيها جرانيولز فاين نيوترال عشان كده نيوتروفيلز اللي مالتي لوبيوليتد بوليمورف نيوكليير ليكوسايت ولو لقيت عليها الحته دي اللي بنسموها بار بودي ده يبقى ده كوندنسد ان اكتف اكس كروموزوم معناه ان ده بلاد فيلم بتاع فيميل خلاص النيوتروفيلز هي الفيرست لاين اوف ديفنس لها ديفرنشال كاونت مش توتال و 60 ل 70% خلاص ادي كل ده بتزيد امتى في الاكيوت انفلاميشن شايفين جايبه لكم الاثنين عشان برضو ما نغلطوش الكبيره دي من 12 ل 15 لكن دي 10 ديت بيزوفيليك جرانيولز اوبسكيور للنيوكليس طبعا الاحسن منها دي الايزينوفيلز برضو اهي دي كده جرانيولز بيزوفيليك اوبسكيورنج للنيوكليس خلاص اهي ادي البيزوفيلز بشكلها لانه الشكلين اهو عشان برضو محدش يلخبط البيزوفيلز صغيره شويه عن الايزينوفيلز دي فيها اسيدوفيليك جرانيولز النيوكليس باي لوب
لكن ديت بايو اس شيء. الاثنين بيزيدهم في الالرجيك كونديشن، لكن الايزينوفيلز كمان في البارازيتيك انفكشن. خلاص البيزوفيلز هي فيها جرانيولز، فيها هيستامين وهيبارين، هي الماست سيل اوف ذا بلاد. ماشي، هي ميتا كروماتيك. لما نقول هيبارين تروح على طول الخاصيه بتاعت الميتا كروماسيا. ميتا كروماسيا يعني ايه؟ يعني قد ازرق يطلع احمر او بيربل. خلاص ادي كده برضو الايزينوفيلز، وادي جنبها النيوتروفيلز. قلت لك النيوتروفيلز هي البوليمورف، اللوبيوز توصل لثمانية اهو، من تبدا اهو عدت عن واحد او اثنين يبقى ايه مالتي لوبيوليتد. انما بقى البيست والبوليمورف واللي بتاخد كل الوصف فعلا التيبيكال مين؟ نيوتروفيلز. خلاص ادي البيزوفيلز الثاني وهي اوبسكيور النيوكليس بتاعتها. في حد ممكن لما يبص على ديت يلخبط بينها وبين الليمفوسايت؟ الليمفوسايت كان فيها نيوكليس كبيره بس فيه شويه فيها حته ريم اوف سايتوبلازم، والنيوكليس كانت باينه عندنا لارج نيوكليس باين اهي حواليها بقى اهي شايفين اهي. لكن شوفوا البيزوفيلز، البيزوفيلز في جرانيولز باينه ان في جرانيولز مغطيه على النيوكليس مخبياها، لكن هنا لا، نيوكليس كبيره سايبه سمول ريم اوف سايتوبلازم. وادي شكلهم اللي بنشوف ماشيه في السايز بتاعتها قريبه من الار بي سيز، انما ديت اهي البيزوفيلز 10 مايكرون كبيره برده شويه عنها وفيها جرانيولز بيزوفيل. ادي الليمفوسايت، شوفوا بقى المقارنات، البليتلس قد ايه، الار بي سيز قد ايه، والليمفوسايت قد ايه. دولت ايه البريفرال سيركيليشن، البريفرال لو شوفت لك وقلت لك الصورة اللي انا مشاورة عليها ديت انا هشاور مثلا على ده. وقلنا انا قلت بقى كل المعلومات، ما انا عارفة ان انت عارف ان دي لنفوسايت. قلت لك دي لارج لنفوسايت صح؟ ده بريفرال بلاد، بريفرال بلاد ما فيهوش غير اسمه لنفوسايت. لارج وميديم سايز لنفوسايت بيتحولوا في الليمفاتيك اورجان لما يحصل اكتيفيشن. لكن انا بتكلم عن البلاد فيلم، يبقى ده بريفرال بلاد، يبقى ما فيهوش غير اسمه الليمفوسايت. اقدر اميز بين تي وليمفوسايت وبي هنا؟ لا. ولا بالاي ام؟ لا. امال ايه؟ بالسي دي ماركر. طب بالمناسبه للناس الشاطرين بقى اللي بيحبوا برضه، هو ايه سي دي ماركر والميجر هيستوكومباتيبلتي بقى ايه؟ يعني حاجه عاملها ازاي دي؟ حاجه اسمها اميون هيستوكيمستري. اميون هيستوكيمستري ده كلمه ادام قلت اميون، اميون يعني انتيجين انتي بودي رياكشن، بجيب انتيجين احطه عليها يعمل رياكشن اعرف ان ده مين الماركر ده. السي دي ماركر بتعرف بيها على البي والتي ولا بتعرف بيها على مين؟ على الفانكشنال تايب، التي والفانكشنال تايب بتاعتها. الميجور هيستوكومباتيبلتي 2 موجوده على التي لمفوسايت صح؟ لا، على الانتيجين بريزنتنج يعني الماكروفاج والبي لمفوسايت. 1 موجوده على الار بي سيز صح؟ لا، لان انا موجوده على النيوكليتد سيلز. ايوه كده، ايوه كده، افرحوني، عايزه اتبسط كده في نتيجه من اللي احنا بتاعنا. خلاص احنا طبعا مصرحين لكم، مصرحين ان انتوا هتاخدوا اجازه قبل الامتحان، مش هتشتغلوا بروحين يعني، بس ما فيش مانع ان انتوا لو عايزين اي ريفيجن انا اهو. يعني قدرتوا تجيبوني، لان انا من بكره في الكساس بوحيات الغاليين عندكم، بس تقدروا تجيبوني برضه. خلاص نكمل بقيه حاجتنا قبل ما الوقت يخلص، وبعدين كده نكمل. ان اللارجست وان 20 مايكرون، شايفين المقارنه بينها وبين الار بي سيز؟ السايز لها اكسنتريك كدني شيب سيل نيوكليس والسايتوب، ولها اندنتيشن في النيوكليس داخله لجوه شويه اهي. فيها سبيسيفيك جرانيولز؟ لا، نون سبيسيفيك ازيروفيليك، هي اللي بتتحول الى الماكروفاج. وعرفنا الديفيوز مونونيوكليار فاجوسيتك سيستم، كلهم اوريجينيتنج منين؟ بلاد مونوسايت، لهم فانكشنال فاجوسايتوزس لان هم ماكروفاج في الاخر، تاخد الاسم حسب المكان، وقلنا لها اسامي ياما. خلاص ادي المونوسايت، ادي الانواع كلهم هم محطوطين، الليمفوسايت مونوسايت نيوتروفيلز ايزينوفيلز وادي البيزوفيلز. نيجي بقى الاي ام، لها هيالومير وجرانيولومير.
ام صح؟ بين ديت اي ام لازم تقول اي ام اوف ذا بليتلتس. جرانيولومير فيها رايبوزوم ميتوكوندريا جلايكوجين خلاص، وفيها جرانيولز الفا ودلتا ولامدا جرانيولز خلاص لازم نعرفها. ومين الموست نيومرس جرانيولز؟ الالفا اللي فيها مين الكواجيليشن فاكتور. اللامدا جرانيولز ديت لايسوزومال هيدروليتك انزيم خلاص لازم نبقى عارفين. اللي النيوكليس بتاعتها متفرفته وفيها سمول جرانيولز رايس جرين والريجولر طبعا لازم يبقوا كلهم الريجولر لانه قلت لك عندهم ايه ايميجريشن بيتحركوا لازم يبقى عندهم سودوبوديا لازم تبقى الريجولر ان شيب. بشكل الجرانيولز اللي رايس جرين وسمول يبقى نيتروفيلز، الناحيه اللي ده الدنس كور يبقى الايزينوفيلز. لارج جرانيولز والنيوكليس مفرفته برضه قالوا بيليتد يبقى البيزوفيلز، وحطيت لك عشان ما تلخبطش بين ديت وبين البليتلتس بالاي ام. البليتلتس عندها هيالومير، لكن هنا انا عندي هيالومير لا الاثنين الريجولر. البليتلتس برضه بتمشي في السيركوليشن فهم الاثنين الريجولر، لكن اميز بينهم ان هنا في جرانيولز وفي هيالومير على بعضها، لكن هنا ما فيش هيالومير. امال الهيالومير فيه ايه بقى؟ هو اللي فيه مايكرو تيوبيول بتدي الديسكويد شيب، في اكتينومايزين تعمل كونتراكشن للكلوت فورميشن، واخر حاجه في كالاريكولاي يطلع فيها السكريشن اللي جاي من الجرانيولوميه. ادي الريد وادي اليلو بون مارك. تم بحمد الله وشكرا.